لا ندخل ان احنا بنصفر
كل الناس اللي منتمين إلى الهيئة المصرية لدستور الأغذية إن هو يحضر الاجتماعات بره. وبالفعل الاجتماعات دي بتعود بالنفع على الهيئة وبتعود بالنفع على المجتمع المصري وعلى سلامة الغذاء، لأن أنا مؤمن إن الاحتكاك بالجانب الخارجي وبهذه المؤتمرات، حتى لو رحت سمعت، حتى لو رحت ما اتكلمتش، حتى لو رحت بس كفاية إن أنا أسمع وأحضر وأشارك وأجيب معلومة وأتفاعل مع المجتمع الدولي.